ثانك يو كيوت. وايد حبيت المكان، وايد حبيت المنتجع وتعاملهم وكل شيء. واخر شيء قبل ما اروح عطوني ذس جيفت منهم. وات ايلس؟ سام نيت اي I will always remember Lux. Cute. Okay, قبل ما امشي من هالمنتجع اللي ينن Lux، حابة أشكرهم على تعاملهم اللي وايد كان راقي ووايد حلو، وبصراحة كل الموظفين سريعين وخدومين ومبتسمين دايما، وتعاملهم ينن ووايد حبوبين، يعني وايد تستانسون وتستمتعون بالمكان، لأن أي موظف يمر عليكم يسلم عليكم، يصبح، يمسي عليكم. ف they were also nice. وسبيشالي كيم وغابرييلا اللي كانوا مباشرين اول باول، وحتى لما تطلبون اي شيء منهم يقول لكم اياه على طول وبسرعه، وايد سريعين ووايد حبوبين وخدومين. وهم بعد سبيشال ثانكس حق سامي من شركه سفريات هوليديز باج اللي رتب لي هذه الرحله اللي تينن بهالمنتجع الخيالي. وايد حبيت المكان، وثانك يو وايد سامي انك اخترت لي هالمكان بالذات عشان استمتع فيه وارتاح وكذي ريلاكس واستمتع. ونفس ما قلت لكم ان شركه هوليديز باج مسوين عرض حق متابعيني، اي حد يتواصل معاهم من طرفي يبي يحجز عندهم حق المالديف، مسوين عروض حلوه والاسعار حلوه، ومسوين وحق أماكن ثانية يعني غير المالديف. هم إذا بتحجزون من سفريات هوليديز باج هم راح تحصلون ديسكاونت من طرف